طيب يأتي المؤتمر 38 للصحفي الضفتين هذه السنة بعد سنتين من التوقف بسبب الجائحة وبسبب إكراهات الكورونا التي كانت قد أوقفت العمل. الآن نشتغل جديا من أجل إعادة المؤتمر لكن بشكل جيد من خلال إشراك جامعة عبد الملك السعدي في هذه العملية، كذلك ماستر الدبلوماسية الموازية بكلية الآداب، ونعمل أيضا على أن يكون هناك تنسيق جدي وفعال بين تنظيمات المجتمع المدني لأجل تطوير عمل وتنظيم هذه اللقاءات خاصة على مستوى الدبلوماسية الموازية. هناك تكريمات لفقيدنا أحد أصدقاء الجمعية اللي هو السي محمد الشرقاوي الذي غادرنا بسبب جائحة كورونا، وكان دائما يحضر معنا وكان دائما متواجدا معنا، كذلك السي عبد العزيز مراد زميلنا الصحفي الذي نتمنى له طول العمر. أنا كان حضوري بهدف أنه نلقي عرض حول العمل الصحفي وإمكانية أنه يلعب دور إيجابي في العلاقات بين الشعبين المغربي والإسباني، وركز في العرض على مسألة أساسية هو أنه هذا العمل المهني الصحفي يمكن له فعلا يكون عنده دور إيجابي إذا كان ملتزما بالموضوعية وباحترام أخلاقية الصحافة وبالالتزام بقواعد العمل المهني.
لأنه الصحفي دوره هو أنه ينقل الحقائق كانت سلبية أو إيجابية، ولكن لابد كذلك على أنه ما يكونش فقط واحد نقوله واحد ناطق رسمي باسم طرف واحد. وأنا كان الهدف ديالي هو نبلغ هذه الرسالة هذه بالخصوص فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، لأنه نلاحظ بأنه في أغلب مواقف ومقالات وتحاليل إلى آخره الصحافة الإسبانية والإعلام الإسباني هناك موقف متحيز، هناك الاعتماد فقط على رواية واحدة وهذه لمدة عشرات السنين، وهذا أعتقد بأنه عمل غير مهني. لا بد أن نطلع أو للإعلام يلزم على الصحفيين الإسبان أنهم يطلعوا على وجهات نظر الأخرى، أنهم لما يعلقوا على حدث أو ينشروا حدث أو خبر لا بد أن يكون هناك فيه توازن ما بين الطرفين، ما بين أظن بأنه هذه من المقومات البسيطة الأولية للعمل الصحفي. أظن بأن هذه الرسالة خصها توصل ولا بد أنها تصل، وهذه اللقاءات عندها دور مهم باش أنه تفتح هذه الحوارات بكل صراحة بيننا وبين الصحفي الإسبان. هذا تكريم زاف واحد المناسبة مهمة بالنسبة لي، لأنك كيتناسب مع ذكرى 38 ديال الدورة 38 ديال الإذاعة وديال المؤتمر، وهذه مناسبة لأن بس هاد الناس كرموني وكنشكرهم بزاف، وهذه المناسبة عبرت أنا على المسار ديالي ولا بكلمات على المدة اللي خديت في الصحافة كمراسل ديال الجريدة دو ماتان وكصحفي في شمال المغرب، وكنت كنغتنم الفرصة باش نتعلم وباش نتكون رغم أنني ما دخلتش معهد عالي الصحافة، وكتبت أنا كتاب ديالي سميته صحفي عصامي، كان فيه كتناول جميع المسارات اللي جوزت في الصحافة الميدان الإعلامي، واستفدت منه يعني تعلمت بزاف الحاجات وتمثلت بلادي في الخارج وفي المطاع، وكانت مناسبة بس كنت كنقدم الصوت ديال المغرب في كل المنتديات الدولية والوطنية، وهذا شرف لي. الحمد لله كنشكر الناس كاملين على التكريم ديالي، شكرا لكم جميعا.